طب يا جدعان، تعالوا اكلمكم شويه عن البرفورمانس بتاع العربيه دي. العربيه دي 190 حصان، 2000 تربو، 4 سلندر، تدي عزم دوران حوالي 310 نيوتن متر تورك. حلو الكلام. بالنسبه للحجم ده، لما جيت اعمل لها تيست درايف وجربت العربيه دي، فبصراحه كباور وكبرفورمانس تحفه جدا على البادي ده. البادي ده مش تقيل اللي هو داهيه. والعربيه دي الغريب ان هي مش كونسيدرد ان هي اس يو في قوي، ولا ان هي كروس اوفر قوي، ولا ان هي هاتش باك قوي. العربيه دي ما بين كل يعني ما بين كل حاجه وحاجه، تحس ان هي معلقه في النص كده. يعني مثلا هديكوا اكزامبل بسيط، ان العربيه دي اعلى من السيات ليون بحوالي 5 سم، ارتفاعها عن الارض بحوالي 5 سم، واقل من السيات اتيكا. تمام، السيات اتيكا والسيات ليون، انا بتكلم على السيات مش الكوبرا، اقل من السيات اتيكا بحوالي 8 او 10 سم. فهي فعلا هي في النص، هي في النص على حوار الستوك. هو صاحبها اصلا كده كده موطيها، جايب لها سبرينجز وبتاع، فموطي الدنيا شويه. بس هي برضو لغايه دلوقتي الناس مش عارفه تحطها في انهي كاتيجوري. هل هي مثلا كروس اوفر؟ هل هي هاتش باك؟ هل هي اس يو في؟ بس الشركه عامه منزلها ان هي اساس ان هي كاتيجوري سبورت اس يو في. وطبعا استهداف رقم واحد والاخير هو الشباب، ان العربيه دلع بصراحه من جوه من بره. 2000 تيربو على بادي زي ده مش وحش، لما بتتون كمان بتبقى حاجه جباره. تتوينها هنا في مصر صعب شويه، لان العربيه لسه برضو جديده على تيونرز ان هم يتونوا وينزلوا فايلات وينزلوا مابس وينزلوا الحاجات دي كلها، فالموضوع لسه جديد شويه فهياخد وقت. بس لحد ما وهي ستوك كده من غير تيون تحفه. العربيه دي عليها اكزوست سيستم هنرجع نشوفه ورا، معمول عن سنس بيرفورمانس.